نروح بقى لواحد من الابطال المصريين، لاعب منتخب مصر البارالمبي لرياضه القرص، يمكن العاب القوى. مظبوط، العاب القوى. محمد، برحب بيك في البدايه. اهلا وسهلا، وطبعا يعني قلبي معاك على اللي انتوا رايحين عليه. ان شاء الله ترفعوا اسم مصر بامر الله. عايزك تبتدي لي من الاول شويه قبل ما نروح لدوره الالعاب الاولمبيه البارالمبيه تبتدي لي من الاول شويه بدايتك في رياضه القرص كبدايه. اول مره من القرص امتى او بدايه رياضتي في العاب القوى امتى؟ دي بدايتي كانت سنه 2006. كنت بلعب في نادي في الإسماعيلية. أنا أصلا من الإسماعيلية مش من القاهرة. أحسن ناس. ابتديت في الإسماعيلية 2006، لعبت 3 سنين باسم نادي في الإسماعيلية. بعد كده حولت النادي بتاعي لمصرية الصالات. حلو. نادي مصرية الصالات. مسيرتي الرياضية كمنتخب 2007. أول مشاركاتي كانت دورة اللعب الأفريقية في الجزائر، عملت فيها ميدالية ذهبية. بعد كده لعبت دورة الألعاب العربية كانت في مصر في القاهرة، عملت فيها دهب وفضة. بعد كده شاركت في دورة الألعاب البارالمبية بكين 2008، حققت فيها المركز الخامس. وبعد كده تتالت البطولات، يعني لعبت بطولات عالم وثلاث دورات أولمبية وكملت في المسيرة. بالظبط كده. محمد، يمكن الرياضة من أكتر الناس اللي بتتحجج إن هي مش قادرة تمارسها، يمكن ما بيبقاش عندهم أي نوع من أنواع إنه أي حاجة تعيقه عن ممارسة الرياضة. أنت عايزك تشرح لنا إيه نوع الإعاقة اللي كانت عندك، وهل فكرت وأنت طفل صغير إنه في يوم من الأيام هتبقى بطل من أبطال مصر وتشرف مصر وتبقى في منتخب مصر؟ الموضوع ده يعني أنا واجهته وحصل لي بالفعل. انك قلت مش هلعب. انا مش هلعب، انا ما عنديش مشكله والكلام ده كله وانت صغير. بالظبط كده. بس يعني كان اخويا كان ورايا مصر ان انا العب رياضه، فروحت ابتديت في النادي، فقعدت سنه بالظبط. وبعد كده لقيت نفسي ان انا الارقام بتاعتي بتتطور، وبقيت بشكل ملحوظ في العاب القوه في تطور عندي. بعديها بالظبط يعني سنتين كنت في المنتخب القومي ما شاء الله. يعني انا بقول لاي حد من ذو الهمم ان اللي شايف نفسه ان مثلا محرج انه يروح نادي او يلعب، مكسوف انه يروح نادي عشان يلعب، يعني عشان الظروف اللي عنده، لا، هو الموضوع مش كده خالص. لا، روح يعني حمس نفسك وتعالى على نفسك هتوصل. اللي هو ما تهمتش نفسك، ما تحبطش نفسك، لا، انت تقدر تعمل حاجات كتير قوي. مظبوط. يمكن اعتقد لو الاعاقه مش في العقل فيبقى اكيد هي الاعاقه في العقل فعلا، مش يعني في الجسم، اعتقد بنسبه كبيره. نروح بقى للبارا اولمبيه اللي هتكون البارالمبيه اللي موجوده اللي هتكون في طوكيو المؤجله من 2020. حضرت في 2020؟ لا طبعا، كانت دي كورونا بقى، كنا بنتمرن في البيت يعني، لكن ما كناش موقفين. حلو. كان في تدريب بس في المنزل بتاعنا. حلو قوي. دلوقتي بقى بتجهز ازاي؟ حاسس كده اكيد في توتر. اكيد انا ابتدينا المعسكر من بعد فتره كورونا من شهر 9. من 9 لغايه 8، يعني سنه بن 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 بنحضر لدوره طوكيو. من خلال السنه دي انا لعبت بطوله فزاعة الدوليه، عملت فيها ميداليه برونزيه. شاركت في مع اتحاد الاصحاء في جميع البطولات بتاعتهم، لان كانش في السنه اللي احنا فيها دي ما كانش فيها بطولات كتير. فكنت مشارك مع الاصحاء، فشاركت معاهم حوالي 15 بطوله. ادوني حافز قوي جدا، عملت ارقام كويسه، يعني كسرت رقم العالم مرتين معاهم. فادوني حافز قوي جدا، وان شاء الله يعني ان شاء الله اقدر ان انا اعمل ميداليه الذهبيه في دوره طوكيو، لان الحمد لله انا كسر رقم العالم مرتين في خلال الموسم ده. الحمد لله يعني. ان شاء الله. خليني اسالك على حاجه، يمكن اغلب الرياضيين او اغلب الاشخاص اللي عايزين يعملوا انجاز بيبقى في دافع ورا ده. الدافع ده يا اما بتبقى حاجه مؤلمه او ممكن يبقى حب للحاجه اللي بيعملها. انت ايه الدافع ورا ان انت بتيجي التمرين كل يوم، ما بتزهقش، ما بتقولش في يوم خلاص كفايه؟ هو ان انا اعمل ميداليه اولمبيه ده حلم بالنسبه لي، فلازم ان انا اتغاضى عن اي حاجه. يعني هتعمل ميداليه اولمبيه وهتبطل ان شاء الله؟ لا 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 طبعا، لا، المسيره هتبقى موجوده، بس ده حلم لازم ان شاء الله ان انا اجتهد وارمي كل حاجه ورا ظهري عشان اوصل للحلم بتاعي. ان شاء الله هحقق الحلم، وان شاء الله هعمل ميداليه لمصر.
ان شاء الله ان شاء الله ترفع اسم مصر زي كل الابطال اللي رفعوا اسم مصر سابقا، بس لازم اول ما ترفع اسم مصر اول انترفيو يبقى في تنس بول ان شاء الله. اتفقنا. بتمنى لك التوفيق، وبتمنى لك زي ما انت قلت توصل لحلمك، لانه اللي انت وصلت له مش قليل زي ما قلنا، يمكن في ناس كتير عندها كل ما يؤهلها لده وبتتحجج خلينا نقول. فبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. تسلم. شكرا.